كسبنا بمجهودنا وبدراعنا والحمد لله. لازم خلي بالك كمان من حوارات المسؤوليه تاخد بالها من حاجه او مواقع، ان الزمالك رايح شهر 4 اللي جاي وهم بقى ماسكين ايه الزمالك، احنا من صفحاتهم بقى الترجي والصفحات اللي بيقولوا كده بنتوعد للزمالك هيشوفوا الجحيم هناك هيشوفوا بتاع هناك، لازم الناس تبقى نفسيا كمان نفسيا طبعا، وطبعا على قد عشان ما يحصلش حاجه لازم الناس تبقى واعيه تماما ان احنا صحيين للموضوع، عشان هم كمان يخافوا يعني واخدين بالهم ان احنا عارفين ان هم ما بيفكروش ياذوا العيب، ممكن خلي بالك الزمالك يكسب ينزلوا عاملين استاد ولا امن بقى ولا بتاع، عملوها قبل كده مع الاهلي شماريخ وخناقات وضرب وبتاع، ما ينفعش خلي بالك هي رياضه، احنا كسبنا 20 عندهم في تونس عادي يعني، في لسه 18 لا 20 بطوله افريقيا مؤهله الاولمبياد المؤهله لاولمبياد طوكيو طوكيو في تونس، فهم يعني هو الموضوع يعني رياضه خدوها الاسبوع اللي فات فعلى هامش البطوله اخر اجتماع الاتحاد الافريقي ادالهم التنظيم بتاع 2020 2018 في الجابون 2020 في